خبرنا الأخير يدعو للحيرة، فقد رفض مقيم مصري في الرياض بيع سيارته التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 12,000 ريال سعودي بمبلغ تجاوز 3 ملايين ريال بسبب رقم اللوحة المميز. وقال هشام الببلي في تصريحات خاصة بالسعودية هذا المساء أنه يتلقى يوميا سيلا من طلبات الشراء عند كل إشارة وشارع يسلكه، قائلا أنه لن يفرط بالسيارة ولا بالرقم الذين أهداهما إياه صديقه السعودي بعد 16 عاما من العشرة، رغم ضغوط العائلة وبقية الأصدقاء. المبلغ اللي تبغاه اللي مش للبيع وبيتصلوا بي إلى الآن، لحد امبارح أمس لحد أمس انسامت بكم؟ انسامت ب3,200,000 أمس ادعلنا بأن ربنا يستر علينا. طيب الله يستر عليك، بس 3,000,000 وطالب الستر كمان يا عمي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على النعمة. القصة مفصلة نقدمها لكم في نشرة الغد، ونعود مباشرة إلى الزملاء في دبي. إذن سوف نكون بانتظار هذه القصة، شكرا لك فهد. طبعا شكرا لك مرة أخرى فهد، وأنتم مشاهدينا فاصل إخباري ونعود.